أستاذ محمد، مع الأسف الشديد هناك حالة من الغضب على السوشيال ميديا جراء كلمات صادرة من قبل رئيس الحشد الشعبي، رئيس أركان الحشد الشعبي في العراق، أثناء زيارته لمنطقة حلب ومتابعته لبعض من البنايات التي تهدمت جراء الزلزال. تحدث بشكل غير لائق عن نساء سوريا، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ طبعا اخي اكيد يتحدث، لان هو اكيد يعني انسان ذنب الايران، هذا ابو فدك انسان ذنب وذيل، وكل شيء الذنب وذيل كل شيء يطلع منه هذا الذنب، هذا الوضيع هو تربايه خامنه الى الادبس وكل شيء يطلع منه والشعب السوري. طب بدون الفاظ يعني خارجه لكن تفضل. نعم، ما يمثل لا ابو فدك ولا غيره، الشعب السوري شعب محترم واخوتنا وعلى راسنا، اما هذا رجال ميليشياوي ما يمثلنا أبد. هناك حالة كبيرة من الغضب لدى الشعب السوري وظهرت حتى حدتها في التدوينات والتغريدات، بماذا تعلق أيضا خاصة وأنها أتت مع ضحكات لقائد من قوات بشار الأسد على هذه الكلمات الصادرة من رئيس أركان الحشد الشعبي؟ طبعا أخي أكيد يعني يزعلون السوريين من حقهم، يعني هذا يعني عيب علي يتلفظ هاي الألفاظ حق نساء سوريا اللي هن الأحرار، وبشار يعني هم مجرم مثله، فيعني اثنيناتهم ناس مجرمين، ما يعني كل شيء الناقص كل شيء يصدر منه يعني زين.